متابعين معكم مشاهدينا بقية ضيوفنا. ضيفي اليوم مؤدي ماهر لرسالة إعلامية اللي بيجمع ما بين الموضوعية الشفافية من جهة وما بين الشخصية المثقلة بالقيم الروحية الدينية التأملية من جهة تانية. هو ناشط في الشأن الاجتماعي وأيضا في المهام الإدارية، وهو أيضا ناشط في الإعلام الإخباري. بيسعدني مشاهدينا أن نرحب بالإعلامي ماجد بوهدير. بدي رحب فيك أستاذ ماجد. شكرا داليا على الاستضافة، تحية لك لكل المشاهدين، تحية لهم بهالأسبوع المبارك وخاصة اليوم بخميس الأسرار. بتصور هيدي المسيرة، مسيرة الصوم، وصلت لخواتيم مضمونة دايما يلي هي من خلالها نرتقي روحا، من خلال تنقية إن كان الذاكرة الذهن والجسد وتطويع الإرادة لا بنهاية هذا المشوار نقول فعلا المسيح قام حقا قام ونخلط الأوراق عن جديد. فأنا بالنسبة لي هذا الجمعة إلى خصوصية كتير كبيرة، وهذا مقابلة أيضا إلى خصوصية كتير كبيرة تكون بهذا الوقت بالذات. ومعك داليا بدي حييك أيضا على رسالتك وشهادتك وكمان كل اللي قلتيه كمان بينطبق عليك بالحرفية الموضوعية وبينطبق عليك كمان. بتمنى لك كل التوفيق. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أستاذ ماجد، بحسب مسيرتك المهنية الفردية الذاتية والأخلاقية، كيف بيعرف أستاذ ماجد أبو هدير الألم أو الألام؟ الألم بالألف ولا القاف؟ الألف بالألف. مش القلم. القلم شيء ثاني. بدنا نكتب عن الألم بدنا نستعمل الألف، بدنا نستعمل القاف تنكتب عن الألم بالألف. ولكن نحن اليوم الألم هو أنا بالنسبة لي مطحنة من خلالها. إذا بدنا ناخذ يسوع المسيح كهو مثال المتألم، ألمه وجسر عبور وعبور صلي جسر عبور صليبه إلى القيامة، بياخذ هيدا المثل إنه بعد كل ألم أكيد في رجاء. نحن بنكون نحن أبناء الرجاء. رجاء دائما عبارتك المتكررة. ولأنه نحن بجمعية شباب الرجاء واللي هي أمانة خير مونسيور توفيق، نحن شباب الرجاء، وبالرجاء دايما في فرح. وبالرجاء في قدرة على تخطي الألم، على تطويع الألم. شكل الألم شغلة كتير كبيرة. نحن هلأ بدي حيي كل متألم هلأ عم يتابعنا على الشاشة، متألم نفسيا ومتألم جسديا. فالألم هو معنوي والألم هو مادي جسدي. فكيف إذا كان ببعض الأوقات داليا كمان الألم متشبك مع بعضه وبيكون مزيج بين المعنوي وبين الجسدي بالفعل. هون كمان بيكون في خليني أقول جرح أكبر، جرح الفقدان، جرح الموت، جرح الخلاف، والجرح الجروحات الشخصية، الألم تجاه ذاتنا. يمكن احنا مش عايشين مصالحة مع ذاتنا، هيدا ألم. صح. مش عايشين قناعة تجاه ذاتنا، هيدا ألم. مش عايشين ثبات ووفا وقرار وخيبات. نحن بزمن في ضغوطات كتير كبيرة بالفعل، كلها ألام. اليوم اللبناني الشاب والصبي البي والأم الجد والجدة، كل حدا، كل شخص موجود بهالبلد، كل شخص ترك هيدا البلد، ألم الهجرة أليس ألما؟ بالفعل. ألم الانسلاخ عن البلد، وهيك بتكت حسي حالك أنه اليوم ما عندك خيار غير أنك تتركي وتهاجري. ما في ألم، ما في دمعة عند أخذ هذا القرار، إن كان من الشخص المهاجر أو من أهله وأهل بيته ويروح. ما حدا، أنا بشهد على كذا حدا من يلي بعرفهم راحوا داليا، ولا حدا مبسوط. ما حدا قال خي هون الحياة شو حلوة. لا، عايشوا ألم الانسلاخ عن وطن. ما فينا غير ما نحبه، ما فينا غير ما نآمن فيه، ما فينا غير ما نعطيه وننمى فيه، لأنه هو بيستاهل هيدا الوطن، لأنه عنده هيدا الطاقة، عنده هيدا القدرة، عنده هالميزات يلي خلت كل الناس. وهلأ إذا ما نطلع هالبقعة الصغيرة هيدي، كل هالدول اللي عين عليها ليش؟ لأنه عنده مزيج من باقة من كل المعطيات الجغرافية، الإنسانية، الديموغرافية، الثقافية، فكرية، كلها سوا، بتاريخها،
من تاريخها لحضرها بتقول انه هيدا البلد في عنده خصوصيه غريبه، في عنده بين النموذجيه وبين الفراده يلي عنده اياها، بتخلي كل حدا مؤثر من هالدول يحس انه هو بهمه يكون عنده موطئ قدم فيه، او انه يهمه انه يحافظ عليه بطريقته او يجيبه لميلته بطريقته. فنحن اليوم امام هيدا الالم ايضا، انه نحس حالنا داليا ضعف، نحس حالنا منا اصحاب قرار، نحس حالنا انه مشتتين واحلامنا عم هيك تتبدد، كل ما نلحق نقب راسنا نرجع هلا هيك سنين قليل لورا، ما نكترهم كتير، نروح على 20-25 سنه لورا. قديش كان في فترات فيها طلعات ونزلات، بس نرجع دائما نقول يلا رح نكفي، ويلا في هلا صفحه جديده، في فراج قريب، في انفراج، في احلام بدها تتحقق. انا بحكي شوي اصلا شبابيا اكثر، لانه اتواصل كثير مع الشباب بالجامعه وبالمدارس، وبشوف قديش كان في هيك الامباورمنت اللي عندهم اياه، هالطاقات هالافكار انهم يستثمروا، يعملوا مشروع، يعملوا اختراع، يعملوا مبادره. بحس الم الشباب اكبر واعظم من الم اللي قدم لهالبلد المسن او اللي بعمر متقدم. كل حدا اخذ حصته، يعني تاريخيا اليوم كل حدا اخذ حصته من انه يحس هو الحرب. احنا هلا ذكرى الحرب كانت امبارح 13 نيسان، بس ناخذ هيدي الذكرى الاليمه يلي عايشها جيل اليوم صار متقدم بالسن، عايش الحرب، الحرب الحقيقيه، واجت بعدين حروب اخرى. نحن اليوم منا بحرب، هيدي منا حرب اقتصاديه تطويعيه، حرب طمس الاحلام، تدمير الأحلام، حرب ضد الرجاء. نرجع لكلمة الرجاء، حرب إطفاء الرجاء بقلوب الناس، إطفاء الأنوار بالفعل. نحن بيوتنا اطفت أنوارها فعليا عمليا، تمشي على الطريق بالليل كأنه هيك انطفت بيروت، انطفت الشوارع، انطفت الإشارات الضوئية، جنال انطفى، كل شيء بالعملي. هيدا رمزيته كتير كبيرة، انه اليوم ليك وين نحن عم نتراجع بكل شيء. طفيو جنى العمر، طفيو المصالح، طفيو العلم، طفيو الطب، طفيو المبادرات. صار بس الهمنا اليوم هي تأمين الامور الاساسية الحياتية اذا تأمنت. فهيدا منه ألم، في بعد ألم اكتر من هيك. صرخت الخبز امبارح كانت ألم. فنحن اليوم امام وقت، أنا بالنسبة لإلي دايما في نص ملان من الكباية، دايما بقلب هالمشكلة الكبيرة بدنا نقشع، مجبورين ومؤتمنين إنه نضوي شمعة ونوثق شمعة الرجاء في حد ثقة. ثقة بتقول إنه ربنا القادر على كل شيء هو يحب هذا الوطن وهذه الأرض. والعلامات تتكرر. بدي احكي هلا عن العلامه المقبلين عليها اللي هي العلامه الصارخه، زياره قداسه البابا فرانسيس الى لبنان. ياتي ثلاث بابوات من 97 مع جون بول دو، بال 2012 مع البابا بنديكتوس 16، وهلا مع البابا فرانسيس. هيدي منا علامات رجاء كتير كبيره لهيدا البلد بشموليته وبخصوصيته المسيحيه ايضا، لانه هو راس الكنيسه اكيد بده يجي يشدد شعبه، ولكن عم دائما الاطار بيكون جامع بنموذجية لبنان، برسالة لبنان، بفرادة لبنان، انه انتو عندكم رسالة معينة، انتو مؤتمنين تتمسكوا بأرض هالوطن. يعني داليا بس اذا بتروحي على الخريطة يلي نحنا بتحيط بنا، قديش تعرضت لتحديات بالعملة للتهجير من الارض ولاقتلاع المسيحيين من ارضهم وغير المسيحيين ايضا، مش بس المسيحيين. ولكن إذا ما نحكي شوي بخصوصية عن هيدي النقطة، لبنان ما كانت على مشارفه أنه يشرب هالكاس. أكيد في اليوم قوة أمنية وأكيد في وعي، ولكن في بركة من ربنا حميت هيدا البلد ورح تضل تحميه بثقة كتير كبيرة. رح تضل تحميه من هون، نحن بنستمد هيدي الثقة من هون، بنقول أكيد رح الأمور تصير أحسن. هلا اللي عم يسمعني بده يقول لي بس ما الثمن كتير غالي. اكيد الثمن كتير غالي، صلب، مات، وقام. في عنا رمزيه بانه اليوم نحن هيدا الثمن
يمكن أنا ما بحب كلمة مقدر، ما بحب كلمة القدر، بس كأنه عنا هيدا الرسالة نكون شهداء، بس ما فينا نكون شهداء بدون ما نكون شهود. تلازم أنا الشهادة، أنا بروح دغري أنا أكون شاهدا. بعض الأوقات أنا رح أكون يمكن أضطر أكون شهيد، بس أنا ما بدي أكون كمان شهيد لليأس، ما بدي أكون شهيد للإحباط وللخنوع، للتراخي، للتخلي، للاستسلام. كون شاهد، رجاء، متقد بالذي يقويني. أنا قوي بالذي يقويني، الله يقويني، بس بدي أنا أتواصل معه، بدي أقول له عبيني منك، بدي أوثق فيه. يا يسوع إنني أثق بك، يعني هلأ بعد نحن عن الرحمة الإلهية قريبا تبدأ تسعوية بالأحد الجديد. يا يسوع إني أثق بك، أثق بك أنك قادر أن تعطيني رجاء، أن تعطيني قوة، تعطيني دفعا، أن تشدد إيماني. نحن داليا عنا أوقات ألم كمان بالتحدي مع إيماننا. الإيمان هو سر كتير كبير، أن تكوني مؤمنة أو أن تكون مؤمنا، هو سر. شو هالسر هيدا؟ أنه نحن أن نؤمن بالله منظور، أنه قام أو أنه موجود أو أن الله يرعانا. من هيدا الإيمان هو سر. كيف أنا باخد هيدا الطاقة؟ كيف أنا هيدي صلاتي بهيدا الوقت، أنه رب بعطيني القوة تا أعرف شو بدي أعمل، تا يكون عندي حكمة البصيرة والتبصر وحكمة المعرفة. هيدي بيخلق لنا في أوقات تحديات كتير كبيرة نحن بنوقع فيها، إنه نحن ما بنقدر نميز، بنوقع بأفخاخ عدم التمييز. فهيدي الأفخاخ اليوم هي أيضا ألم، إنه أنت ما تقدر تميزي الصح من الغلط، ما تقدر تاخدي الخيار الصحيح. فهالمجموعة الألام لابد أنه حدا يكون في ثقة أنه في رب يرعانا قادر أن يبدد هذه الألام. بس بدنا نوثق فيه. بالفعل عندك تفسير للألام خاص فيك. هو أنا أكيد في كتار بيتكاملوا معي بهذا الوقت. للسعيد الشخصي أستاذ ماجد، مين بيشارك ماجد بهدير ألامه؟ أوف، سؤال كتير قوي. فاجأتك. مين بيشاركني ألامي؟ نعم. تعرفي أنا فقدت خيي المسنير توفيق بوهدير من 6 أشهر. الله يرحمه. توفيق كان هو الشخص يلي بس يكون عندي مفصل معين بحياتي أو ضغط معين بحياتي كنت ألجأ له، وكان هو هيك شريك بهذه المسيرة. صحيح أنا اليوم فقدته بالجسد، ولكن هو حاضر في الروح، وأنا بحس في بوجوده بالعملة بكتير من الأوقات، وهذا الشيء اللي عم أقوله أول مرة بقوله على الهواء، بلمس اليد أنه مرافق حاضر. أكيد ألم الفراق كتير كبير، أكيد، خصوصا هلأ أنه أول سنة بيمروا عيد الفصح، وهلأ أسبوع الألام، يعني هودي مراحل أول مرة عم يمرقوا. كيف عم يمرقوا عليكم؟ شو تركوا انطباعات من بعد رحيل المونسنيور؟ في اليوم عيد الكهنة كمان، يوم خميس الأسرار هو عيد الكهنة. هلأ مفوت لعندك على الاستوديو، بعت لي أحد الأصدقاء صورة لتوفيق وعيدني بعيد الكهنة، إنه اليوم عيد الكهنة وخيك مرافقك. فقطع عيد الميلاد أيضا، توفيق توفى ب 19 تشرين الأول. هول الأعياد أول مرة بيمرقوا. قطع هلأ نحن بأسبوع الألام، كل لحظة في إلها رمزيتها، وتوفيق كان يعيشها بالملء. بس نحن أهل الرجاء وأهل الإيمان، بس الجمرة ما بتكوي غير مطرحها يعني. والفقدان كتير صعب داليا، كتير صعب، خاصة بس تفقدي شخص يكون معبد الدنيا وحاضر ونابض. وتعرفي كمان في نعمة الاستعداد للموت، نعمة كتير كبيرة أن تستعدين للموت.
مين كان مستعد، هو ولا أنت؟ هو أكيد هو كان دائما مستعد توفيق، وهو كان يعرف يعني، لأنه توفيق اكتشف الحقيقة وينية، وعمل بموجب هالحقيقة كل حياته، وكان رسول كل حياته للحقيقة أن الله حي وموجود، وأن الحياة الحقيقية هي في مكان آخر، وأننا لا نعلم متى وكيف. مشان هيك هو كانت سيعته الدنيا، كان عم يشتغل ليل نهار ليل نهار ليل نهار تا يحقق مشاريع ويكون حد الشبيبة. كان دايما همه الكبير الشبيبة ما يكونوا. شو كان تصوره للألام كونك خيه والقد مقرب منه؟ تصور توفيق للألام، أنا شهدت على توفيق بعض الأوقات كان متألم، وخاصة هلأ بالسنتين ونص يلي مرقوا كان ألم توفيق شديد جدا جدا جدا. كان يتشارك معي ب لما يشوف الشباب المحبطة قدامه. توفيق كان رسالته الشباب، احتضانهم، تأمين كل الإحاطة لهم، تدريبا تعليما استمرارية مرافقة. كان يتألم عند كل شاب، من كل شاب وصبية أهلهم فقدوا جانا عمرهم وما قادرين يكفيلهم كفولهم علمهم، فقدوا أشغالهم أو ما عم بيلاقوا شغل أو ما عم يقدروا يفوتوا على الجامعة. أو كان يشركني ببعض الحالات إذا فيني يكون عم بتساعد معهم أمن لهالشباب هيك جزء صغير. أنا في كتير إشياء كنت هو يعملها أنا ما أعرف فيها، وهلأ بهالست أشهر قديش صرت عم بعرف في إشياء ما كنت أعرفها. توفيق قديش زارع، حلو، قديش زارع بكتير مطارح وبشمولية كتير كبيرة بمسكونية كتير كبيرة أيضا. وتوفيق عابر للطوائف، عابر للحدود أيضا، قديش إجينا ردود فعل من برا بأشخاص تارك فيهم أثر، مغير لهم حياتهم، ضوى شمعات بقلوبهم. في ناس قالوا لي توفيق خيك علمنا نطير لوحدنا، ضل رفقنا تنحنا صرنا نعرف نطير لوحدنا بدون ما هو يكون حدنا. كيف كان قادر يلحق عليهم كلهم؟ في شخص قال لي خيك أنا خلصني من المخدرات، قال له 20 سنة خيك ما تركني، بضل يلحقني شو عملت انتبه، قال لي 20 سنة وخيك مش تركني. فهيدي عينة عن قراره بتحويل هالألام لفرح ورجاء، تيحسوا الشباب والصبايا انه هن محبوبين، تيعيش سر الحب. سر الحب هو يلي ببدد الألم، ان تكوني محبوبة، ان تكون محبوبا. كلنا بنحب من نكون محبوبين. الحب، عيش الحب تجاه الآخر بدون غاية وبدون حساب، هو يبدد كل ألم. تخيل تلتقي بشخص ما بتعرفيه، وهيك كان فيه، كان كل ما يلتقى بحدا ما بيعرفه يحسسه انه هو بيعرفه، اهلا اهلا كيفك، شو عم تعمل، شو ناقصك كذا، دغري بهيك بطريقه بنعمه عنده اياها، بمواهبيه عنده اياها، يقدر يحسس هالشخص انه يقول له انت بتعرفني، قال له ولو كيف ما بعرفك، يعني حتى هو ما بيعرفه. يقدر انه هيك يترك هيدا الاثر، يترك هيدا العطر، يأثر فيه. كذا حدا قال لي انه خيك توفيق هيك عنده عطر تركه وين ما كان، بخور هيك تركه وين ما كان، شمعة ضواها وين ما كان. فهيدا الشيء انا هيدا الشيء بعزيني وبيفرحني انه، وبيعطيني المثال ايضا. توفيق كان عم يعطي المثال لكتار من الناس، مش تأنه ليكو أنا شو عم بعمل. ولا مرة حتى أنا توفيق هيدا كمان ولا مرة قيلها، كنت اترجي يطلع بمقابلة على الهوى، كان صعب كتير بس كان يجي أكيد على التليلوميار، كان يحس أنه هيدا المكان أكيد بده يحكي شيء، بس أنه بالوقت اللازم يقول لي لا وقت اللازم، وقت يكون عندنا شيء، وقت يكون عندنا مشروع، وقت يكون عندنا ما يكون وحده كمان. ولا مرة كان يحكي عن حاله. هيدي كمان هلأ انتبهت لها، بتعرفي توفيق ولا مرة حكى عن حاله، يحكي عن مشاريعه وعن أهدافه وعن الشباب بكل المقابلات. بتعرفي هذا أول مرة أنا بفكر فيها، لكن عم نحكي بشي سالون خلاني تستذكر ونطلعنا لك شيء. توفيق ولا مرة حكى عن حاله، ولا مرة استضيف تيحكي عن حاله مشاريعه كان أهدافه. كان دايما يحكي عن الشبيبة وعن الشباب وعن المشاريع واللي عم بيحققوها تيفتخر فيهم. انت بتحكي عنه؟ انا مؤتمن اني احكي عنه، ومؤتمن اني ايضا امن استمرارية لرسالته،
من خلال الجمعية اللي أسسها شباب الرجاء Youth of Hope. هالجمعية هيدي يلي اليوم ستبقى برسالتها أكيد تحت مظلة الكنيسة وتدعم مشاريع الكنيسة وتتماهى مع الشبيبة شبيبة الكنيسة، ولكن هيك بتطلعاتها اللي أفاقها اللي تفيق بناها ويلي أنا بالسعيد الشخصي نحن بنشبه بعض بهذا الموضوع العمل الاجتماعي. وهلا قلتي بمقدمتك عن موضوع العمل الاجتماعي، أنا تشاؤل لا صدفة أيضا كنت عم حضر لإطلاق جمعية خاصة، كان جدي الله يرحمه هو اللي حطنا على طريق العمل الاجتماعي، مؤسسة ببصاليم، وكنت أنا وتوفيق من بعد انفجار 4 آب فكرنا أنه هيك نتعاون سوا نأسس أنا الجمعية، أرجع فعل الجمعية الموجودة أساسا جمعية الوحدة الخيرية، فعلها ونتعاون سوا مع شباب الرجاء. وكنت عم بلش حضر وفعلا بلشنا نحضر، هو في كمان عنده من خلال مشاريع شباب الرجاء مشاريع كل يتعلق بالتنمية الاستدامة والإعادة التدوير، هيدا كتير بيدعم الشباب فيها، فوكلني بمهمة انه اذا فينا نشبك مع البلديات ونتعاون مع البلديات. فعلا بلشت قبل بشهرين من وفاته وقلت له وقتها انه البلديات حبوا الفكرة الى ما هنالك. فبلكي شو صار، صار اللي صار. هلا انا رح كفي باستمرارية الجمعية، اللي بحب يفوت يشوفها هي youthofhope.org هو الويب سايت تبعها، وهلا عم حضر لاطلاق صفحات التواصل الاجتماعي. توفيق ما كان عمل لها صفحات تواصل اجتماعي تما تكون هي معروفة. تحت الضوء ليكون الشبيبه هن تحت الضوء. فهلا انا رح اكون عندي الامانه اني ظهرها اكثر شو عم تعمل، مش لكي ما نفتخر داليا، ولكن لكي ما نفرح بأن الشمعات المضيئة التي أضيئت يجب أن تبقى مضيئة، تنجي نقول أن الله موجود، تنجي نقول إن سر الحب هو في داخلنا ويجب أن نعيشه، نحن ثابتون في المحبة، وهذا رح يكون شعارنا، ثابتون بالمحبة، نثبت بهذه المحبة، نكفي فيها، نوثق إنه عنا شفيع برفقنا. أنا بوثق بشفاعة خيي اليوم إلى جانب شفعائنا بالسماء إنه نحن قادرين. أنا بحب هذا الشعار، أنا قادر إني كفي وقادر إنه استمر وخلي هالرسالة حية، وخاصة بهذا الوقت اللي عم نعيشه اللي هو وقت أول شيء ما في أسرع من الوقت. وتوفيق لما كان ساعته الدنيا ما كان عارف أي متى رح يجي هذا الوقت، كان مش ساعته الدنيا، كان مشاريع وتطلعات بس ما خلى شيء عالق، كان كل شيء خالص ما في شيء عالق. يعني المشروع الكبير يلي حضره رح نعمل له حملة إعلامية، هو من اللي حضره CFM Community Farmers Markets، هو تدريب الشبيبة والمزارعين لتأسيس أسواق زراعية مجتمعية بكل الأبرشيات اللبنانية. وهيدي كان مبادرة اللي عملها أنه كيف بدنا نثبت الناس بأرضهم من خلال الزراعة ومن خلال دعمهم بأنه هن يزرعوا. فكان في هالدعم من خلال أراضي الكنيسة من خلال التدريب، وقدر هو دعم هالمشروع من خلال بوليش ايد من بولندا، دعموا التدريب 300 شاب وصبي مزارع دربوا على كيفية الزراعة، كيفية تأسيس الأسواق. هلأ الأسواق بدها تبلش تتأسس بأبرشيات الداخل ويعلن عنها قريبا جدا، لكي ما نقول هالشعار اللي هو حطه توفيق أرضنا كنزنا. كنزنا هي هالأرض، هي اللي قادرة أنه تعطينا، بس بدنا نعرف كيف نزرعها ونعرف شو نزرع وأي متى ونتشجع ونتواضع. كان وقتها أزمة كورونا وقت إطلاق هذا المشروع، يعني كان في دعوة للاهتمام بالقطاع الزراعي. هلا هي أكيد قبل. هي أكيد بوقت كورونا التحضير له هو كان من سنة لورا، تحضير كان بوقت كورونا، ولكن أطلق رسميا للمفارقة، يعني أطلق بالأسبوع اللي توفى فيه توفيق، يعني كان هو محضر كل شيء. داليا مشروع متكامل، كان في زيارة من الدولة البولندية، اجوا من مسؤولين بالدولة البولندية مع السفير البولندي على مركز التنمية البشرية والتمكين بريفون يلي توفيق أسسه وأطلقه، وشهدوا على الدورة التدريبية فوق، قالوا هيدا الشغل المعمول هيدا شغل دولة،
اعتزوا وافتخروا بانه شو شافوا قدامهم من كل الابرشيات هالشبيبه بحلقات حوار وعمل وتدريب والى ما هنالك وتفاعل وتعرفوا على بعضهم. صار في عده اهداف حققت مع الشبيبه، انه شافوا انه هن جسم الكنيسه الواحد، وشافوا انه كمان الكنيسه محتضنتهم والكنيسه مش تركتهم. وهيدي كان دائما هم عند توفيق، انه كيف بدنا نحسس الشبيبه انه الكنيسه بتحبهم، انه هن منهم المتروكين، منهم وحدهم. فهيدا كمان من شعار الكبير لجمعيه شباب الرجاء، انه نحن بدنا نعطي السمكه بس في السناره كمان، بدنا نعلمهم يتصيدوا. وكمان هي كمان من الشعارات الحلوين، انه اذا بتزرع الزرع بالارض الصالحه هو لسنين، كيف بتزرع من الاجيال استدامه لسنوات من العطاء. فهيدا الشيء بمكان ما اطلق للمفارقة. برجع لبداية الفكرة، بالأسبوع اللي توفتوا فيه، يعني بعد أسبوعين أنا مثلته بأول حلقة مع بإطلاق المشروع. كمان كانت لحظة مؤثرة جدا، أنه بدل ما خيي يوقف يفتتح أنا افتتحت عنه مشروع حاضر متكامل. يعني بالفعل وهلأ انطلق وهلأ انكفى وأكيد رح يكفي وأكيد رح ينجح وأكيد هو مرافق. بالفعل شيء مؤثر. كم بلش كملت أنت يعني استلام وتسليم؟ كانوا في حكمة بالموضوع يعني. كمان حكمة الاستعداد، إن أنا أكون مستعد دايما لكل حدا، يكون مستعد لأي متغير معقول يغير له حياته فوقاني تحتاني، يصير بمرحلة ما بعد. وهيدي هون على الاستعداد. نحن مين بنضمن، مين منا بيضمن يشوف شمس بكرة؟ أصلاً بالحياة حكمة موجودة. نحن للأسف وصلنا لختام حلقتنا معك لليوم. يعني لا يمل، عن جد تأثرنا، يعني شفنا نوع آخر من الألم بكفي الفقد، قديش بترك ألم عند الأشخاص. بس بفرح، بفرح يسوع فرحي. إن شاء الله بتضلك هيك. توفيق إن شاء الله. يسوع فرح وتوفيق من مؤسسي تجمع يسوع فرحي. هذا هو يسوع فرحي، حتى بقلب الألم هو فرحنا. صح. وبقلب الشدة هو فرحنا. لم يعدنا بالسفر الهادئ بل بالوصول الأكيد. بالوصول الأكيد نوثق، نتشجع، نثبت. أكيد في شمس بكرة، بس بدنا نكون مستعدين نشوفها بفرح ونكون حراس الصبح مثل ما قال جون بول دو. وهيدي للشبيبة ولكل أم وبي عم يتابعونا هلأ، لكل جد وجدي وخي وأخت، لكل شخص هلأ عم يتابعنا بالمستشفى متألم، لكل شخص عنده شخص مسجون بعيد عنه أو عايش أي نوع من أنواع الألم، يوثق يقول له أنا بوثق فيك يا رب أنه أنت قادر تبدد هيدي الظلمة، وقادر أنت تخليني نكون أنا أكون معك قائما من ألمي. وأن أكون قيامي على مدار السنة وعلى مدار الوقت. ومن قل له من هلأ المسيح قام حقا قام. احنا متشكرك لحضورك معنا. شكرا داليا لإليك، بهنيك على هدوئك وعلى كمان حرفيتك. بتمنى لك كل التوفيق ولكل الزملاء. شكرا لك بمريم تي في وبنورسات وتليمير. ونتمنى لك فصح مجيد، لأنه ما بعرف نشوفك أنه بالوقت القريب. ضل على اتصال وان شاء الله بينعاد على الكل بالصحه، هيدا اهم شيء، فضاوه البال والرجاء والسلام. امين امين امين. مشاهدينا بريك صغير ونرجع بنكون معكم.